نفس بكرة التكتيك قد يظهر، ودي هدف أول للسيتي عن طريق الهداف كون أجويرو، يسجل الهدف الأول للسيتي في هذه اللحظات الآن بعد عمل أكثر من رائع من جانب اللاعب دافيد سيلفا. يأتي الهدف الأول الآن للسيتيزن في هذه اللحظات، وجوارديولا سعيد بكل تأكيد بهذا الهدف. هذه هاتو خد رائعة جدا من جانب دافيد سيلفا اللي وضع الكرة على طبق من ذهب.